السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقائي في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. سوري. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على حاجة في غاية الأهمية، وهي الفوليوم كالكوليشنز، ويعني إيه ستروكات، ويعني إيه أنيولار فوليوم، ويعني إيه الكلام ده كله، ونعرف إزاي إن في ووش أوت أو في تايت سبوت في البير. النهارده يا جماعه هنتكلم، هنكمل الدرس بتاع الفوليوم كالكوليشن، وهنتكلم على حاجه مهمه قوي اسمها الماتيريال بالانس. يعني ايه يا جماعه كلمه ماتيريال بالانس؟ ركز معايا كده كويس قوي. دلوقتي حضرتك مثلا عايز تحفر اويل بيزمط، خلاص؟ فدلوقتي قال لك والله عشان تحضرها بالتانك بياخد من 12 ل 18 ساعه في اليوم. فيجي يقول لك ايه؟ طيب هناخد احنا الفوليوم ده كله، هنحضر التانك ده 12 ل 18 ساعة في اليوم، هياخد وقت كبير قوي. فالشركات بتعمل مد بلانت كده مثلا، وتقول لك والله لما تيجي تحفر السكشن بتاع الاويل بيز مد هنحول لك مثلا طفلة معينة ايه وانت تعالجها وخلاص، وايه وتحل المشكلة. فتيجي تلاقي حضرتك المشكلة هنا ايه؟ تمام، ما اختلفناش، احنا عايزين الكلام ده، اللي هو يا جماعة احنا دلوقتي عايزين مثلا وليكن عشان نحفر السكشن محتاجين 1500 برميل، خلاص؟ يقول لك والله مثلا ايه بوزن مثلا 90، يقول لك والله مثلا على سبيل المثال احنا معانا هنا 1000 برميل، او مثلا معانا يا رب 500 برميل مثلا بوزن 90، معانا مثلا مش عارف 1500 برميل بوزن 1000 كده يعني، وهنبعتهم لك، وانت بقى البروبرتيز بتاعتهم اظبطها انت بقى يا معلم، وعيش بقى وحضيفهم على بعض كده، وايه وخد الوزن اللي انت عايزه. طبعا انت لو مش فاهم ماتيريال بالانس هتضيع، لان انت بتخلط طفلتين على بعض بوزنين مختلفين مثلا، او بتضيف فوليومز على بعضها، فلازم تكون فاهم ماتيريال بالانس. وعشان نفهم كلمه ماتيريال بالانس فاحنا هنخضع لكونسبت اللي بيتكون من تو بارتس. اول حاجه يا جماعه، افترض جدلا ان حضرتك انت واخوك مثلا، افترض جدلا انت واخوك، انت وقفت على الميزانه لوحدك كنت مثلا 100 كيلو، اخوك وقف على الميزانه لوحده كان 80 كيلو، حلو؟ انتوا الاثنين لو وقفتوا على الميزانه انتوا بقوا مع بعض كام؟ 180. يبقى اذا اول قاعده ايه هي بقى؟ ان حضرتك ان التوتال ماس، او التوتال ماس اول حاجه ايكوال ذا سمشن اوف ذا ماسز اوف ذا انديفيدوال كومبوننتس، خلاص؟ دي اول واحد. طيب فرضنا برضو حضرتك ان ايه؟ ان انا دلوقتي معاك كوبايه، معاك لتر ميه، خلاص؟ وفضيتها وهي موجوده في الازازه اسمها لتر ميه، وجبت ازازه ثانيه وليكن فيها مثلا ميه بسكر، خلاص؟ بس كانت لتر برضو، وجيت بعد كده ضفت دي كلتر في قلب وعاء، وضفت الثانيه كلتر في وعاء، الوعاء كده بقى فيه قد ايه؟ هتقول لي بقى فيه 2 لتر. يبقى ثاني قاعده ان الفي توتال بتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3، او بيسمي التوتال فوليوم ايكوال ذا سمشن اوف ذا فوليومز اوف انديفيدوال كومبوننتس. يبقى ده اسمهم التو كونسبت بتاع الماتيريال بالانس بتوعك، ان هو الماس بتساوي بعضها والفوليوم بيساوي بعض. طيب الماس دي بتساوي يا جماعه؟ بتساوي الفي في الرو. الرو دي اللي هي بنسميها احنا هنا الماد ويت، اللي هي باوند بير جالون مثلا، او بي بي جي، او بي سي اف، ايا يكن يعني. اقول الفوليوم مضروبه في الماد ويت بتاعه بيساوي فوليوم واحد في الماد ويت واحد، زائد فوليوم اثنين في الماد ويت اثنين، زائد فوليوم ثلاثه في، وهكذا. خلاص كده يا جماعه؟ هناخد بالنا من النقطه ديت قوي جدا. طيب في بعض الاوزان بقى ان احنا هنتكلم عليها في الطفله بشكل عام، يعني هو يديها تبقى عارفها. ده بعض التحويلات يعني. معادله البرايت اهي، ناخد بالنا منها. معادله البرايت، البرايت بتاعتك كام باوند بير باري لما تيجي تحلل الوزن بتاعك بالبرايت؟ بقول بضرب في 1490 ماد ويت 2 اللي انا عايز اوصل لها ناقص ماد ويت 1 على 35 باوند بير جالون ناقص الماد ويت 2 اللي انا عايز اوصل لها. وكنا حكينا على المعادله دي لما كنا بنحكي على الويتنج ايجنت اللي هو البرايت. بعض السبيسيفيك دينستي لازم تاخد بالها، والسبيسيفيك جرافيتيز بتاعتك لمعظم الكيميكالز اللي احنا بنستخدمها، يعني الفريش ووتر بيبقى 1، السي ووتر 1.03 مثلا، الساتوريتد ووتر 1.2، الديزل 0.84، الاي بي اي بنتونات 2.6، البرايت 4.2، الهيماتايت 5، اللايم 2.2، اللو جرافيتي سوليدز 2.65، الاراجونايت او الكالسيوم كربونيتس بشكل عام 2.7، ويعني وهكذا يعني معظم الكيميكالز اللي احنا بنستخدمها يعني. طيب ناخد اول مثال يا جماعه، وهو ايه؟ يقول لك انت جات لك طفله بوزن معين، خلاص؟ هتحفر بقى السكشن ده، وبعدين على سبيل المثال مثلا السكشن ده تحفره بوزن
15 بي بي جي وكي سي ال بولمر مض خلاص. ويجي بعد كده يقول لك بس هنكمل بالطفله دي في السكشن اللي بعده عشان كان السكشن ده مثلا 15 بي بي جي لانه كان هاي بريشر زون، هنخش في السكشن اللي بعده مثلا نحفر ب 13 بي بي جي. طيب انا ساعتها اقول ايه؟ اعالج الطفله بتاعتي. اعالجها ازاي؟ ان انا اخفض الوزن بتاعي. ازاي؟ اقلل السوليدز بتاعتي ان انا اعمل لها دايليوشن وان انا ايه اشغل السنترفيوج وكده، بس خلينا في نظام الدايليوشن. الدايليوشن يبقى انا اكزامبل او مثال يقول لك ايه، كالكوليت ذا فوليوم اوف سي ووتر، انت شغال في البحر يعني، ريكوايرد تو ديكريز ذا مد ويت فروم 120 او 120 بي سي اف تو 100 بي سي اف لحد 100 بي سي اف يعني باوند بير كيوبيك فيت فور اكتف فوليوم 500 برميل. انا عندي 500 برميل للاكتف فوليوم، عايز اخفض الوزن بتاعي من 120 ل 100، فبالتالي هضيف ميه. هضيف قد ايه بقى؟ خد بالك من حاجه، انا عندي دلوقتي الاكتف فوليوم كام؟ الاولاني بتاعي اهو 500، يبقى ده في واحد. اهم حاجه في المعادلات دي يا جماعه تعرف ايه في واحد وايه في اتنين خلاص، وايه في توتال. ده لو عملتهم خلاص تحليت المشكله. في واحد بتاعك ب 500 خلاص. طيب ام واحد اللي هو الوزن بتاع رقم واحد كانت عندك الطفله كانت كام في الاول؟ كانت 120 بي سي اف، يبقى في واحد وام واحد عندي. طيب في اتنين انا ما اعرفهاش، انا عايز اعرف اضيف قد ايه ميه. طيب مضروبه بقى في ايه؟ مضوه اتنين اللي هي السي ووتر، قلنا من شويه بتساوي سبيسيفيك جرافيتي 2.03 اللي هو لما تيجي تحسبها تلاقي تقريبا 63 بي سي اف خلاص. يبقى الوزن بتاع السي ووتر موجود معايا وهو 63 بي سي اف، يبقى اذا عندي المتغير الوحيد اللي هو ايه؟ في 2. تعالوا بقى نحسبها مع بعض كده، هنقول السوليوشن السي ووتر بتاعك بالمضوي بتاعه بيساوي 64 بي سي اف، فبقول ان في توتال بتساوي في 1 زائد في 2، الفي توتال بتاعتك بتساوي ال 500 زائد الفي 2 ده هنعرفها في الاخر. طيب وبقول في توتال مضروبه في المضوي توتال بتساوي في 1 مضروبه في المضوي 1 زائد في 2 مضروبه في المضوي 2، فبقول ان عندك هنا ان ال 500 زائد في 2 مضروبه في ال 100، ال 100 اللي هي المضوي اللي انا عايز اوصله في الفاينل، بتساوي ال 500 اللي هو الفوليوم 1 مضروبه في ال 120 بلس 64 اللي هي الفوليوم 2 مضروبه في المضوي 2 اللي انا 64 اللي هي المضوي 2 مضروبه في الفي 2. اصبحت عندي معادله طويله عريضه مضروبه في فوليوم 2، هات الطرفين ودي الناحيه دي وهات الناحيه دي، فيجيب لك في الاخر الفوليوم ريكوارد اللي هو في 2 بتساوي 278 برميل. 278 برميل خلاص. يبقى الفي توتال بتاعك هتجمع بقى انت ال 278 زائد ال 500، يبقى انت اصبح عندك في توتال بيساوي 778 برميل من الوزن 100 بي سي اف. سهله؟ سهله. طيب تعالى بقى للرقم اتنين بقى واللي معظم الناس بتتلخبط فيه، وهي ايه؟ انت دلوقتي مثلا بتحفر بوزن بطفله معينه، عايز طفله انت معينه، بتقول لهم يا جماعه هاو ماتش اوف ايش مود ماست بي بلندد، يعني انت دلوقتي ايه على سبيل المثال عايز احفر عايز يكون معايا يا ربي 1000 برميل بوزن 14 بي بي جي ولكن طفله اويل بيز مود مثلا على سبيل المثال، انت عايز 1000 برميل بوزن 14، فبتيجي مكلم المحط يا جماعه انا عايز 1000 برميل بوزن 14، يقول لك لا الكلام ده مش عندنا، احنا هندي لك نوعين واحد فوق واحد تحت وخلط انت براحتك بقى يا معلم. فبقول لك هاو ماتش اوف ذا ايتش ماست بي بلندد، يعني ايه يتخلط مع بعضه توجذر تو اوبتين 1000 برميل من 14 بي بي جي. فالفوليوم المتاحه كام؟ يقول لك احنا هنبعت لك 1200 برميل 11.2 وهنبعت لك 1200 برميل 15.4، وانت يا معلم خلط براحتك وخد ال1000 اللي انت عايزه ورجع لنا الباقي. ماشي كده؟ طيب انا بقى دلوقتي هقول هحط قد ايه من ال15 واحط قد ايه من ال11. اقعد بقى تراي اند ايرور كده، اقعد احط وانقص وازود وبتاع والخبط نفسي، ولا احسبها بمعادله؟ هحسبها بمعادله. طيب ناخد بالنا بقى من نقطه. انا عندي الفي توتال كام؟ انا عايز اهو في الاخر كام؟ 1000 برميل، يبقى الفي توتال 1000 برميل. والوزن التوتال كام؟ 14 بي بي جي. يبقى ده الوزن التوتال بتاعي، يبقى في توتال خلاص اهي، ووزن التوتال هو المضوي التوتال 14. جميل. طيب انا دلوقتي عايز كام بقى الفي ورقم واحد اللي هو الطفله الاولى هاخد منها قد ايه؟ في واحد. ما اعرفش. بس اعرف وزنها. يبقى المضوي واحد معايا. طب قد ايه فوليوم من وزن اثنين؟ ما اعرفش. بس الوزن اثنين معايا. تمام. يبقى اصبح انا عندي كده المتغيرات اللي ناقصاني في واحد وفي اثنين مش معايا، لكن معايا كل حاجه ثانيه. فنعوض في المعادله بتاعتنا هنقول ايه؟ هنقول الاتي،
هنقول ان الفي فاينل في الرو فاينل او الفي بتساوي المود ويت 1 في الرو في الوزن بتاع 1 زائد مود ويت 2 في كذا، وعندك الفي فاينل بتساوي مود ويت في 1 زائد في 2. يبقى الالف فاينل بيساوي في 1 زائد في 2. يبقى بقول مثلا الفي 2 بتساوي الالف ناقص في 1، واحط دي كده على جنب. اعوض بقى في المعادله الاولى اللي هي الفي فاينل مضروبه في المود ويت فاينل، اهو الفي فاينل مضروبه في المود ويت فاينل بتساوي في 1 اللي انا ما اعرفهاش مضروبه في المود ويت 1 اللي معايا زائد الفوليوم اللي انا بعوض عليها اللي هو في 2 اهو من المعادله الاولانيه، التوتال ناقص في 1 مضروبه في رقم 2. خلص معادلاتك اديك الفي 1 بتاع المض يديلك حوالي 333 برميل، اطرحهم انا عندي 333 برميل هاخدهم من 11.2 خلاص، واطرح بقى في 1 اهو بتساوي 1000 ناقص في توتال سوري في 2 بتساوي 1000 ناقص في 1 فتديلك 666. يبقى انا محتاج 333 من 11.2 و 666 من 15.4، اخد الاثنين واخلطهم على بعض واعمل لهم جود ميكسنج لحد ما اوصل للوزن اللي هو ال 14 بي بي جي، يبقى معايا ال 1000 برميل بتاعي وارجع لهم بقيه الكميه لان مش محتاجها. نيجي بقى لحاجه في غايه الاهميه قوي يا جماعه برده من ضمن الكالكوليشنز ناس بتتلخبط فيها، وهي ايه بقى؟ حضرتك دلوقتي على سبيل المثال قالوا لك احنا دلوقتي ايه؟ انت بتقول لهم انا عايز اويل بيز مد. يا جماعه احنا جزاكم الله خير عايزين اويل بيز مد عشان نحفر. فيقولوا لك ايه؟ والله يا سيدي احنا هندي لك اويل بيز مد بوزن مثلا انت عايز كام؟ انت يقول لك 14 بي بي جي، فقال لك مثلا هنديك 15 وهنديك 10 مثلا، او هنديك يا سيدي ال 14 بي بي جي وخدها انت وحظك بقى شوف البارامترز بتاعتها. بس انت مثلا على سبيل المثال عايزها 80 20، تيجي تعمل تيست الريتورت تلاقيها 70 30. تعمل انت تيست الريتورت، يعني انت مثلا على سبيل المثال عايز اويل بيز مد 500 برميل او عايز 1000 برميل، الوزن بتاعه مثلا 100 بي سي اف والاويل ووتر ريشيو 80 20، انت بتقول لهم كده يقول لك خلاص ماشي هنديك ال 1000 برميل وهندي لك الوزن اللي انت عايزه، بس موضوع الاويل ووتر ريشيو بقى انت جرب انت بقى شوف الطفله دي كانت جايه لنا من بريمه ثانيه جنبنا اهي، شوف الوزن شوف الدنيا بتاعتها احنا ما نعرفش. حضرتك جيت تشيك عملت تيست الريتورت، وعشان كده بقول لك اول حاجه لما تستلم اي طفله جايه لك من بره فول تيست، فول تيست على طول. فاعمل تيست الريتورت واكتشفت ان الاويل ووتر ريشيو بتاعتك اهو اكتشفتها كام؟ 70 30. حضرتك عايزها كام؟ 80 20. يا نهار ابيض هتتصرف ازاي؟ طبعا مش هتقعد بقى تحط ايدك على خدك، لا حضرتك راجل انجينير فلازم تحسب حساباتك مظبوط. انا دلوقتي يا جماعه دلوقتي ايه الجزء اللي ناقص عندي وايه الجزء اللي زايد؟ انا دلوقتي عايزها 80 20، يعني عايز نسبه الاويل تبقى 80 والميه 20، انما انا لقيت الطفله اللي جايه لي الميه 30 والاويل 70، يعني كانت نسبه الميه عاليه، عايز اشيل الميه دي فاضيف عليها ايه؟ يبقى خد بالك كده اول حاجه هعملها هضيف ديزل. خلاص كده يا جماعه؟ يبقى هعمل ايه؟ هضيف ديزل. اول حاجه لازم تفهمها كويس قوي، لان مثلا انت ممكن تجي لك طفله ثانيه مثلا انت عايزها 80 20 وهم بعتنها لك مثلا كانوا بيعملوا كورينج ولا حاجه بعتنها لك 90 10. حضرتك مش محتاج الطفله دي لان البارامترز مش هتبقى كويسه معاك، عايز تضيف ميه فهضيف برضو قد ايه عشان اقللها من 80 ل 20، وتاخد بالك من الحاجات دي كلها، اعرف بس اول حاجه انا هضيف ايه ودي دي قد ايه مفتاح الحل. فانا بقول لك اهو انكريزنج الاويل ووتر ريشيو ان اويل بيز مد، بقول لك اهو 500 برميل من الاويل بيز مد بالدنسيتي بتاعتهم 12 بي بي جي، الاويل ووتر ريشيو بتاعتهم كانت 60 40، هاز ذا فولوينج ريزلتس. حضرتك لما جات لك النتائج الطفله دي طلعت لك الريزلتس دي، الووتر بتاعك نسبته كانت 28 مللي، الاويل كان 42 مللي، السوليدز كانت 30 مللي اهو. لما جيت تعمل تيست الريتورت ادي عندك ال 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 الميه بتاعتك كانت تحت اهي كانت 28 والاويل فيما فوق بتاعك كان 42 والسوليدز اكتر من كده. طيب احل انا المشكله دي ازاي؟ زي ما انت شايف اهو، فبيقول لك بقى هاو ميني ديزل باريلز ار ريكوايرد تو تشينج الاويل ووتر ريشيو الى 70 30، عايز احلها ل 70 30. وبعد طب لما اضيف ديزل يا جماعه مش الديزل ده هيوقع الوزن لانه هو يعتبر بيعمل دايليوشن، فهتلاقي الوزن ده قل نزل مثلا بقى كام؟ احسبها تاني وبعدين اضيف بارايت عشان ارجعه مره تانيه. فده مفتاح الحل بتاعك اهو، اعرف الاول انا هضيف ديزل ولا ميه، خلاص عرفت ان انا هضيف ديزل،
خلاص احسب كام برميل وبعدين اعمل ماتيريال بالانس اعرف الفاينل ويت اللي وصل له كام والفاينل فوليوم كام واحسب بعد كده البرايت عشان اوصل لنمبر اوف برايت عشان ارفع الوزن بتاعي. طيب ناخد الحل واحده واحده كده يا جماعه. اول حاجه اهو زي ما اتفقنا ده عندك الووتر اهي وادي عندك ايه الاويل. طيب انا لما اضيف ديزل اما اجي اضيف ديزل ايه اللي ثابت عندي يا جماعه؟ يعني انا لو جيت اعمل ريتورت تاني انا دلوقتي هضيف ديزل اهو فلما اجي اعمل ريتورت مره تانيه هلاقي نسبه الديزل زادت لكن هلاقي الميه ما اتغيرتش خالص، هلاقي الميه زي ما هي. خلاص؟ طيب ارجع كده للقوانين اللي انا كنت جايبها لك هنا اهو بقول ان نسبه الاويل فراكشن بتساوي اويل على مجموع الاثنين الاويل زائد الووتر. طب والميه؟ يبقى الميه على مجموع الاثنين. خلاص ناخد بالنا من النقطه دي قوي يا جماعه. الاويل يعني الاويل نسبته على مجموع الاثنين، الووتر يعني الووتر على مجموع الاثنين، بكرر ثاني اهو. فبقول هنا الحل اهو، انت دلوقتي ده اول حاجه استلمتها بالمنظر ده. طيب انا بقى لما اجي اضيف ديزل واعمل في الاخر التيست، يعني هضيف مثلا عايز احسب كميه الديزل اللي هضيفها، لما اجي اضيف ديزل واحسب التيست في الاخر هلاقي ان الميه طالعه لي زي ما هي ثابته ما اتغيرتش، لكن هلاقي الديزل هو اللي زاد. طب زاد قد ايه؟ انا ما اعرفش، الديزل اهو عندي زاد قد ايه انا ما اعرفش. فبقول التوتال فوليوم بتاعي هسميه اكس، هسميه اكس، بس الاكس ده هيكون فيه الاويل 70% والووتر 30%، الاكس الجديده دي. فانا عندي كده الووتر 30% اقدر اطلع الاكس. فبقول ان الووتر فيز ويل نيفر تشينج طالما انا هضيف ديزل. فبقول ان عندك ايه ال 30% ده ايه هتساوي ايه؟ هتساوي ال 28 على الاكس، صح كده؟ 28 اللي هي نسبه الميه على الاكس. فبقول ان البوينت 3 اللي هي 30% يعني اللي انا عايزها مضروبه في الاكس اللي انا ما اعرفوش اللي هو التوتال بيساوي ال 28. يبقى الاكس هنا التوتال هنا بيساوي كام برميل؟ بيساوي 93.33 برميل. خلاص؟ طيب انا الاكس ده بيساوي التوتال يا جماعه على بعضه. طب انا كان عندي قديم منه قد ايه؟ فبطرح بقى القديم اللي هو بقول 39 يبقى النمبر اوف ديزل تو بي ادد اللي انا ضفتهم. بقول 39 هتشيل منها ال 42 وهتشيل منها ال 28 هيبقى انت هتحتاج تضيف 23.3 برميل لكل 100 برميل اويل بيز مود. يبقى انا هحتاج اضيف 23 برميل ديزل على كل 100 برميل اويل بيز مود. خد بالك ان انت عندك هنا كام برميل؟ عندك 500. يبقى تيجي ضارب تقول يبقى طب شايك كده على النتائج بتاعتك كده اهو، هتقول اهو الاويل ووتر ريشيو هتساوي ال 42 زائد الديزل بتاعك في 100 على 42 اللي هو كان القديم، واخد بالك انت، زائد ال 28 زائد ال 23 اللي فوق يدي لك ال 70%. طيب يبقى التوتال ديزل ادد قد ايه؟ هقول ال 23 بقى اللي هو لكل 100 دول بقول 23 على 100 مضروبه في ال 500 برميل اللي عندي، يبقى انا هحتاج ان اضيف 117 برميل ديزل. خلاص؟ 114 برميل ديزل. طيب الديزل الوزن بتاعه كام بي بي جي؟ تقريبا 7 بي بي جي، تقريبا كده حوالي 7 بي بي جي. فبقول ان اعمل ماتيريال بالانس بقى، لان لما اضيف الديزل هيحصل دايليوشن، الوزن هيقع. اعرف الوزن بتاعي بقى كام؟ بقول الفي توتال مضروبه في الام توتال بتساوي في 1 ام 1 زائد في 2 ام 2. الفي توتال اللي هو ال 500 القدام زائد ال 117 ديزل، ده الفي توتال بتاعي مضروب في المود ويت التوتال اللي انا ما اعرفوش بتساوي ال 500 الاولانيين في ال 12 زائد ال 117 في السبعه. يديك المود ويت توتال حوالي 11 بي بي جي، وانت عايز توصل ل 12 بي بي جي. تيجي انت عامل بقى معادله البرايت، فبنقول البرايت اهي المعادله بتاعتك الباوند بير بارل بيساوي 1470 وروايه اخرى 1490، يعني نقول 1470 مضروبه في الويت رقم 2 اللي هو 12 ناقص 11 ناقص ويت رقم 1 اللي هو 11 على 35 ناقص ويت 2 اللي هو 12 يديك 64 باوند بير بارل. خد بالك من النقطه دي قوي. انا بقى عندي كام برميل؟ عندي كام برميل؟ عندي 617 برميل. يبقى بيساوي التوتال برايت بيساوي 64 مضروبه في ال 500 زائد ال 117 يديك نسبه الباوندز قد كده بالظبط لكل 100 باوند للشكاره. يبقى انا هنا بقول لو انا عندي البرايتس بتاعتي الشكاره الواحده مثلا فيها 100 باوند يبقى انا هحتاج
395 شكاره بارايت. طب لو انا عندي مثلا الداب ب 5000 بيج باج او ساك مثلا، اقسم الرقم ده على 5000 يدي لك كام بيج باج او كام سوبر ساك مثلا من البرايت، وبحسبها بالظبط واقول قد ايه وازود لفوق، بزود لفوق مثلا طلعت لي 294 ونص، بقول لا يبقى 95 لازم ازود لفوق خلاص عشان ده هو الكنترول ايشو. طب خلاص كده يا جماعه، ده اول مساله سهله ازاي اعلي الاول ووتر ريشيو. طيب اختها بالظبط ازاي اقلل الاول ووتر ريشيو؟ قال لك ايه؟ 500 برميل من الاول بيز ماج بكثافه 12 بي بي جي، الاول ووتر ريشيو بتاعهم كام؟ 80 20. هذا فولوينج اناليسيز ريزلتس، الووتر بتاعتك 14، الاويل 56، السوليدز 30. خلاص اقول لك هاو ميني بقى ايه ووتر، انا المره دي هحتاج اضيف ميه عشان اقلل الاول ووتر ريشيو، انا هنزلها ل 70 30. فبقول وات از ذا فاينل فوليوم، ايه الفاينل فوليوم اند ذا فاينل ماد ويت بتاعك، اند هاو ميني بارايت ساكس ار ريكوايرد تو انكريز ذا ماد ويت اجين تو 12 بي بي جي. فبنقول هنا يا جماعه نفس اللي عملناه المره اللي فاتت دي، احنا عندك هنا اهو الفوليوم بتاعك اهو نفس الكلام اهو، واخد بالك؟ فبقول هنا ايه، انت عندك هنا المره دي مين اللي مش هيتغير؟ الاويل فيز خلاص مش هيتغير، بس الميه هي اللي هتزيد، يعني نسبه الميه هي اللي هتزيد، انما الاويل هيتنيه ثابت، لكن التوتال ما بينهم هو اللي هيختلف. بقول التوتال ده اللي هو اكس، في الحاله الجديده هيكون الاويل ده نسبته كام؟ 7% 70 في سوري 70%، يبقى 70% من الاكس بتساوي ال 56 اللي جات لك، يبقى الاكس بتاعتي بتساوي كام؟ هتساوي 80 اللي هي الاكس الجديده. فبقول الاكس اللي هي بتساوي 80، يبقى النمبر اوف بارلز اوف ووتر تو بي ادد بتساوي 80 ناقص ال 65 الاولانيه زائد ال 14، يبقى هيحتاج ان انت تضيف 10 برميل ميه لكل 100 برميل اويل بيز ماد. هتحتاج تضيف 10 برميل ميه بس لكل 100 برميل اويل بيز ماد. خلاص اهو ده الاكس بتاعك اهو. فتشيك على النتائج بتاعتك فعلا هتطلع لك 30%. هقول بقى التوتال ووتر ادد، احنا عندنا مش 100 برميل، احنا عندنا 500، يبقى اقول 10 على 100 في 500 يديك 50 برميل ميه كثافه الوزن بتاعها 8.345 بي بي جي. فبنقول هنا عشان تعمل ماتيريال بالانس ايكويشن بقى حضرتك، فبتقول انت عندك الفي توتال في المود ويت توتال بتساوي الفي 1 في المود ويت 1 في زائد الثاني نفس القصه، بتعوض هنا وتجيب المود ويت توتال اللي انا عايز اوصله المود ويت فاينل بكام، بعد كده فبتلاقيه طلع 11.9 بي بي جي، يعني اقل حاجه بسيطه قوي. فبزود شكاير البرايت برده بنفس المعادله بتاعتك اللي هو الباوند بالبرل بيساوي 1470 في الوزن 2 ناقص وزن 1 على 35 ناقص 12 يديك 6.4 باوند لكل بارل، بضرب الرقم ده في التوتال بتاعي اللي هو 500 زائد ال 50 يديك نمبر اوف باوندز على 100 شكاره، يبقى انا هحتاج بالظبط حوالي 32 وشويه، انا هحتاج 33 شكاره برايت، 33 شكاره برايت. اتمنى يا رب يكون الدرس النهارده لذيذ، درس الماتيريال بالانس، اتمنى يا رب يكون شيق ونكون قضينا وقت جميل مع بعض. ستي ات هوم، احنا في فتره حجر صحي يا جماعه، لازم نحافظ على بعض، واحنا نقدر نوصل لكم في اي وقت لو احتجت اي حاجه. واشكركم جدا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.